أهلا بكم متابعينا متابعي اليوم السابع. ما زلنا نتابع أزمة شاطئ النخيل والبحث عن جثة شادي. معنا أحد الغواصين المتخصصين والمتطوعين في البحث عن شادي منذ يوم الجمعة الماضي والنهاردة لليوم الثامن على التوالي. يا دكتور عرفنا بنفسك وقول لنا أين جثة شادي وليه مش عارفين نلاقيها؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قبل ما أقول أنا دكتور بقسم السباحة، أنا أحد الغواصين المتطوعين لوجه الله تعالى في العثور على جثمان الشهيد ابننا شادي الذي يبلغ من العمر 17 سنة. حضرتك إحنا النهاردة متواجدين كلنا بفضل الله سبحانه وتعالى بنحاول نجتهد إن إحنا نوصل للجثمان. موجود أنا كأحد أعضاء الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ والاتحاد الدولي الILS للإنقاذ موجود، وابن كلية التربية الرياضية قسم تدريب الرياضات المائية أبو قير جامعة الأسكندرية. بقول لحضراتكم إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيوفقنا إن إحنا نقدر نعثر على الجثمان في مجرد هدوء البحر. إحنا مشكلتنا الأساسية انعدام الرؤية الموجودة، خاصة في حاجز رقم 2 ورقم 3. حاجز 1 مستبعد يكون موجود الجثمان هناك، لأن حاجز 1 قبليه بركة وبعديه بركة. فحضرتك عشان الجثمان يدخل لازم يتحرك على ظهر ويتحرك في عرض بحر ويشحط، وبلغة يشحط حضرتك عندنا في الإنقاذ ان هو يتحشر. فاحنا بندعو الله سبحانه وتعالى ان ربنا يوفقنا والظروف المناخية تتعدل شوية، يهدى الريح معانا شوية. الريح بيطلع معانا لحد 23 كيلو متر في الساعة، العملية بتبقى علينا صعبة قوي قوي ومخاطرة علينا وعلى كل الغواصين الموجود. فان شاء الله مع نزول الريح حتى ل 13 14 كيلو متر هتبدا الموج ينزل انخفاض للموج، ونقدر نشتغل على الحاسه المعروفه وهي الرؤيه. اما اننا ندور بحاسه الشم والريحه، انا صحيح باكد ان هيعمل ريحه. احنا النهارده اليوم الثامن، شادي غرق هو واخواته والمجموعه اللي غرقت بشاطئ النخيل يوم الجمعه في حدود زي معالي البيل محافظ سياده اللواء محمد الشريف ما قال البلاغ وصل سيادته الخمسه فجرا. انا طبعا هقول يبقى يوم الجمعه سبت حد 2 3 4 5 جمعه، النهارده الجمعه، يعني النهارده اليوم الثامن لوجود الجثمان اسفل الصخور اسفل الحواجز الموت الموجوده عندنا في اسكندريه. انا بناشد الساده المسؤولين، حضراتكم متعاونين وحضراتكم بتساعدونا، ما بنبخلش على ان احنا نقول ان حضراتكم بتشتغلوا والانقاذ النهري بيشتغل، البحريه شغاله معايا. لكن انا ليا طلب، الطلب ده طلب العديد من الجمهور السكندري وكل من هو متعاطف مع مشكلات الغرق في محافظه الاسكندريه خاصه شاطئ النخيل. يا حضرات ارحمونا من الحواجز الخرسانية الموجودة. الحواجز دي اما ان حضراتكم توضعوا حواجز بين الحواجز تقفلوا الفتحات الموجودة، يا اما حضراتكم تحاولوا تخلوا العدد الموجود يتاخد من الست حواجز يتحط بين الحواجز. الحاجة التانية، انا سمعت ان احد الناس العلماء اللي هم المعروفين في فيزياء المية والشغل بتاع العلوم البحار قالوا في ممكن نعمل عملية تكريك للشاطئ. انا مش مع عمليه التكريك. لو احنا عملنا عمليه تكريك مع حضراتكم هيجي مع مرور الزمن البحر هيجيب كميه رمال وهيعمل ظهر وهيعمل منخفض، كميه الميه الموجوده وهي راجعه هتنحر الشاطئ، هتبقى تسيب برك. اللي جاي من الارياف وجاي ينزل النهارده، انا عايز اقول احنا داخلين على موسم اعياد كل سنه والساده المشاهدين جميعا طيبين، اللي هو عيد الاضحى المبارك. رجاء 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 حضراتكم تلتزموا بالتعليمات، تسمعوا الكلام بتاع اللايف جارد. الشواطئ المصريه محتاجه ثقافه ووعي، استخدموا الشاطئ بقدر المستطاع. تعليمات المنقذ لازم الناس تسمعها. اللي معاه اطفال وبينزل الشواطئ المصريه لابد ان مسؤوليه تزويهم عينه على الاطفال. النهارده حالات الغرق المتكرره، انا بناشد معالي دوله رئيس مجلس الوزراء عندما سيادتك ما تصدر قرار بفتح الشواطئ ان جميع المنقذين تعملوا على يد رجل واحد. الناس تخلي بالها من شغلها. الساده المصطفين ارجوكم اتبعوا تعليمات الغطاسين، ارجوكم لما تيجوا تنزلوا البحر انزلوا في ساعات الهدنه، بصوا على الرايات الموجوده، لقيت الرايه سودة ما تضحيش بنفسك وبولادك وتنزل الشاطئ. انا بناشد معالي السيد المحافظ، سيادتك مشكور بتجي لي في الشاطئ مره واثنين وثلاثه، لكن برضو يا فندم ان شاء الله احنا انا براهن ان الناس بعد الحوادث المتكرره للغرقه في اسكندريه او في الساحل الشمالي او في شاطئ النخيل حتى في غريق بلطيم، الناس ان شاء الله مع موسم الاعياد هتحاول تلتزم وهتحاول تنزل في الاماكن المصرح بها بالنزول. ارجوكم محدش ينزل في اماكن فيها عدم نزول، ارجوكم. الغريق بتاع لوران، غريق بتاع كازون الشطبي انا مطلعه، ده طلعناه من سنه، سببه ان الراجل نزل في عدم ساعات العمل الرسميه ونزل من خلف الكازينو. والناس دي انتوا بتنزلوا بتضحوا بنفسكم ليه؟ انا عايز اعرف. اغلى ما عند الانسان هي حياته وروحه.
رجاء رجاء من كل السادة المصطفين عند صدور قرار رئيس دولة رئيس مجلس الوزراء التزموا بالتعليمات، التزموا بتعليمات الغطاسين. وشكرا لحضراتكم، وإن شاء الله دعوات الجميع إننا نعثر على الجثمان بإذن الله تعالى. شكرا لحضرتك. كان معكم جاكلين منير مراسل اليوم السابع في اسكندرية، وما زلنا متابعين لأزمة الغرق في شاطئ النخيل. شكرا لكم.